مفتاح مدينة الدار البيضاء بيان سور، يعني جابت غير هنا في لي زونفيرون. المهم دو تون زاوت خصنا نجيو نبدلو شوية الجو، الانسان يسديفو لا امتي بو، يبدل شوية الروتين وصافي. رمضان نورمالمون تيكون الجو مختلف شوية، فهمتي؟ يعني الكليما مختلف شوية، ويعني الحمد لله زعما ما كايناش اون كروند ديفيرونس، ولكن بلوتو مرتاح في البحر، يعني ما كتحسش بهذاك الصيام الصعوبة ديالو ولا هذا. اون بليس دو سا يعني حتى لاحظتي لا ماجوريتي كيكون شوية امباسيون في رمضان، كيكون شوية ديال لاتونسيون. بتاتخ في البحر الانسان تيلقى راسو ميو سولاجي، يعني بتاتخ ان كونساي بور تو الموند، واحد 15 مينوت ولا 10 مينوت راه كافية، صافخا دو بيان، بنادم يرجع شوية مرتاح في الاعصاب ديالو. وي بعدا كتعطيني الحوت، مي ما ماشي ديما، ماشي ديما، مي على العموم يعني كيف ما قلت لك هذيك لا باسيونس، كترتاح، كترخي الاعصاب ديالك، كتولي يعني عندك الكاباسيتي باش تريزوني لا في الخدمه ديالك ولا في الغولاسيونيل ديالك. دونك بور مو هذا لو بلو كرون افونتاج ديال هذه الهوايه ديال الصيد. دابا تلقى قدام واحد الافق غير محدود، جوستومون دابا هاد لوريزون، يعني في اي بلاصه مشيتي سواء هنا في لابلاج ولا مثلا في لاكومباني، الا كانت شي حاجه اللي ما محدوداش، يعني ما كيتحدش لك هذاك البصر ديالك اوتوماتيكمون، تما ما كتلقاش لي زوبستاكل، كتلقى راسك مرتاح. دونك بو امبورت واش في البحر ولا في بلاصه اخرى، ليسونسييل ما خاصكش تلقى واحد لي زوبستاكل، بحال تي ديكونيكت من هذاك العالم الخارجي، وكتلقى راسك تما سولاجي اكثر. ماشي شي حاجه اللي ديفيسيل، اون بليس دو سا يعني معروفه من الخصال مثلا ديال الناس اللي تيصيدوا، حنا تنسموا المصطلح ديال الرايس زعما هو الصياد. دونك الحمد لله كاين واحد الخصال حميده في الرياس، يعني ماشي زعما تنشكرهم، ولكن اي واحد طلبتي منه لانفورماسيون سيغمون ما غاديش يبخل عليك، وما فيهاش حاجه كثيره زعما اللي ابروندغ، فهمتي؟ يعني كيفاش تقاد السنار ديالك، كيفاش تطعم لي بيريود ديال الحوت، امتى تيكونوا، بوتي بوتي الانسان تياخذ بلوس دانفورماسيون. خويا اش غنقول لك، اللي بغى يحيط رمضان يمشي يقرا شويه ديال القران، غيحس براسو مرتاح وبخير في امان الله، فهمتي؟ اللي ما لقاش الطريق كيفاش يمشي يقرا شويه ديال القران، ننصحو يدير القصبه، ماشي غتحيد رمضان، حتى هو غتحيد ليه الطاقه السلبيه كامله. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع ويدخلنا الصحه وبصحه وسلامه هذا الشهر المبارك، وبتاتخ من هذا المنبر هي واحد الرساله، يعني الانسان يحاول انه يكون يتحكم في الاعصاب ديالو قدر المستطاع، ان الشهر الفاضل يعني ما نخلوش يكون هو السبب باش نقولوا راه حنا مرمضنين وراه حنا معصبين وراه حنا نو، اللي كيدير شي حاجه تيديرها لوجه الله. دونك سواء بالقران ولا بان باستون بحال ما هكا، ولا ليسونسيال الانسان يحاول يحافظ الماكسيموم على الاعصاب ديالو باش نكونوا كنعطيو حتى حنا ليكزومبل كمسلمين. هذا ما كان